أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل في علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. جعل الله تعالى هذا البيت مباركا لجميع الناس، فقال سبحانه وتعالى: مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولقد ذكر المفسرون أن الله تعالى سمى مكة بعدة أسماء، وذلك لشرفها وعلو منزلتها. فبكة هي الازدحام، وذلك أن الناس يزدحمون فيها، فيبك بعضهم بعضا، أي يدفع بعضهم بعضا، ولذلك سميت ببكة. قال قتادة: ما من مكان في الأرض تصلي النساء فيه في بعض مواضعه أمام الرجال إلا في بكة عند الكعبة، وذلك أنه لشدة الزحام ربما رأيت جموعا من النساء في مواضع، ورأيت رجالا في مواضع من ورائهم. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت الذي نرى الناس اليوم يتباكون عنده، أي يزدحمون عنده، أقبلوا من كل فج عميق، استجابة لأمر الله تعالى الذي ذكره الله جل وعلا لما بنى إبراهيم عليه السلام البيت الحرام، فقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم ذكر الله تعالى أنهم لا يرجعون وهم مفلسون، وإنما يرجعون بمنافع، فقال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. هي منافع إيمانية، ومنافع معرفية، ومنافع تعبدية، ومنافع اقتصادية، ومنافع تجارية، إنها منافع متعددة. أول هذه المنافع ما يناله الحاج من مغفرة ذنوبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما كان على فراش الموت جعل يحدث ببعض خبره مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أنه قال إنه لما مد يده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الإسلام قال: قبضت يدي. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ يعني ما لك قبضت يدك؟ ما لك يا عمرو؟ قلت: أريد أن أشترط يا رسول الله، أنا عندي شروط قبل أن أدخل في الإسلام. قال: ما تشترط؟ قلت: أريد أن أشترط أن يغفر الله تعالى لي ذنوبي. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ إنه الحج إلى هذا البيت الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن سألوه أعطاهم. هذا البيت العظيم هو أول بيت وضع في الأرض يعبد الله تعالى فيه. قال أبو هريرة كما في الصحيح: قال أبو ذر: يا رسول الله، أي مسجد في الأرض وضع أول؟ ما هو أول مسجد بني اليوم في الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام، يعني المسجد الذي فيه الكعبة، المسجد الحرام. فقال أبو ذر: ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: يا رسول الله، كم كان بينهما؟ يعني كم بينهما من الزمان؟ قال علي فقال عليه الصلاة والسلام: بينهما 40 سنة. الحج أول منافعه مغفرة الذنوب، فهنيئا لمن يسر الله تعالى له مثل ذلك. الحج له معاني أيها المسلمون، من أعظم معانيه التسليم لله تعالى في أمره. إنما جعل في الحج شعائر قد لا يعقلها العقل. قد يقول قائل: ما فائدة رمي الجمرات؟ ما هي فائدة لبس الإحرام بهذه الصورة؟ لماذا يمتنع عن شعره وأظفاره وعن الطيب وغيره؟ لماذا يطوف بالكعبة بالطريقة الفلانية؟ لماذا ترتيب الحج ما بين منى وعرفة ومزدلفة؟ لماذا؟ فنقول كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا أنزل الله تعالى الحكم والقضاء فليس لك اختيار. لا يجوز أن تقول: لماذا شرع الله 5 صلوات في اليوم؟
نحن نعلم يقينا أن لهذا حكمة عظيمة وسبب، لكن الله تعالى استأثر بعلم بعض الحكم وأخبرنا ببعضها. لماذا تأخذ البنت نصف ميراث أبيها لما يتوفى، تأخذ نصف ميراث ما يأخذه أخوها؟ نقول لله تعالى في ذلك حكمة، عقلها من عقلها وعرفها من عرفها وجهلها من جهلها. يأتي ثالث ويعترض على أمور في الشريعة، وقال الله تعالى عن ذلك: ويسلم تسليما. حال المؤمن إذا جاءه الأمر ويسلم تسليما، يرمي الجمرات ويسلم تسليما، يبيت بمزدلفة ويسلم تسليما، يقف بعرفة ويسلم تسليما، يستقبل الكعبة دون غيرها ويسلم تسليما. هذا من أعظم الوقفات التي ننبغي أن نقفها مع شعائر الحج، التسليم لله تعالى. لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام الصلح مع قريش في الحديبية، وكان من ضمن بنود الصلح أن من جاء من المسلمين إذا أراد أن يهاجر إلى المدينة، مسلم مبتلى في مكة أراد أن يهاجر إلى المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يردونه لا يقبلونه. أما من ارتد وأراد أن ينصرف إلى مكة فهو مقبول هناك. فتعجب بعض الصحابة من هذا الشرط مع شروط أخرى، فأقبل عمر إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، أولسنا بالمسلمين وهم المشركون؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لماذا نوافق على شروط فيها إجحاف في الظاهر علينا؟ فقال له أبو بكر: أوليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزة، يعني كن وراءه لا تخالفه. فمضى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذه المسائل: أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ أولسنا على الحق؟ أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولست رسول الله؟ قال: بلى. قال: إني رسول الله ولن يضيعني، وما هي إلا فترة يسيرة، ويعتمر المسلمون بعدها بسنة، ثم يفتح الله تعالى لهم مكة وينصر الله دينه. ويقول عمر بعدها بعدما شاخ وكبر، يقول: اتهموا رأيكم في دين الله. إذا صار عندك رأي مخالف للدين فاتهم رأيك، اعتبر رأيك هو الخاطئ، هو المجانب للصواب. فإني رأيت نفسي في الحديبية ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لرددته. يقول: لو استطعت أن أحول بينه وبين الصلح لفعلت بناء على رأي شخصي، أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يتصرف إلا بناء على وحي من السماء. فالتسليم لله تعالى هو شرع ينبغي المسلم أن يعمله. لما قبل عمر بن الخطاب الحجر الأسود قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ما استلمتك. ثم قال عمر: ما لنا وللرمل؟ الرمل هو الإسراع في الخطى مع مقاربة القدمين. قال: قلت: ما لنا وللرمل، إنما فعلناه مراءة للمشركين وقد أهلكهم الله. وذلك أنهم في عمرة القضاء لما ردتهم قريش في الحديبية وقالت: تعالوا بعد سنة لتعتمروا، ثم لما أقبلوا ليعتمروا بعد سنة قال قريش بعضهم لبعض: إن هؤلاء قوم ضعفاء قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أجساد المسلمين ضعيفة ما فيها جلد ولا قوة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يظهروا القوة والجلد، فأخذوا يهزون أكتافهم ويرملون يسرعون الخطى في الطواف ليبين القوة. فيقول عمر: نحن إنما فعلنا ذلك في ذلك الحين ليرى المشركون قوتنا، أما اليوم فالإسلام متمكن، ما لنا وللرمل، لماذا اليوم نعمله؟ ثم قال عمر: شيء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمله والله لا أدعه أبدا، بمعنى أني أستسلم لشرع الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، كلنا تتوق نفوسنا إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وربما لا يوجد أحد منا يرى صور الحجاج ويسمع تكبيرهم وتلبيتهم إلا وتمنى أنه واحد منهم. فكيف يحصل المرء على أجر الحج وإن لم يحج؟
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال لأصحابه: إن في المدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا مشيتم طريقا إلا كانوا معكم، وفي رواية البخاري قال: إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. فالمرء إذا أحسن النية، إذا رأيت من بنى مسجدا فتزاحم الناس يصلون فيه فقلت في نفسك: يا ليت أن عندي من المال مثل ما عنده لأبني مسجدا مثله، فإنك شريك لك مثل أجره. ولو رأيت من يتصدق أو يكفل يتيما أو يحج لكن حيل بينك وبين ذلك فقلت في نفسك: يا ليتني أستطيع أن أتصدق مثله أو أن أصوم مثله أو أن أبني مسجدا أو أكفل يتيما أو أحج أو أعتمر أو أفعل أو أفعل، وكنت بنية صالحة، فإن الله تعالى يشركك معه في الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله تعالى عليه فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت به مثله. رجل يرى من يبني المسجد، من يطعم الأيتام، من يفعل الخير، ويقول: يا ليت عندي أموال مثله، والله لأفعلن مثله. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. فإذا رأيت الحجاج وكانت نيتك صالحة، أن لو يسر الله تعالى لك الحج وسهل لك أسبابه فإنك ستكون معهم، فإنه يرجى أن تنال مثل ثوابهم. وكذلك جاءت أحاديث في أعمال من عملها كان له أجر حجة وعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهذا فضل عظيم أيها الناس. من استطاع بعد الفجر إذا صلى في جماعة أن يجلس إلى الإشراق، فإذا ارتفعت الشمس بعدما يقرأ أن الإشراق في الساعة الفلانية ينتظر ربع ساعة ثم يصلي ركعتين، فإن له بذلك هذا الأجر العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عمر: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة، يعني حتى تطلع الشمس وترتفع، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فإذا أراد المرء مثل هذا الثواب فليعمل بمثل هذه السنة. مما له أجر حجة وعمرة أيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في فضل مجالس الذكر، فقد أخرج الطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حجته. فإذا ذهبت إذا قرأت عن محاضرة عن درس وخرجت من بيتك لا تريد إلا حضور هذا العلم، وجئت وحضرت هذا الدرس ثم انصرفت إلى بيتك، قال عليه الصلاة والسلام: كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن ذلك أيضا أيها الناس أداء صلاة الجماعة في المسجد. أخرج الإمام أحمد بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. إذا خرجت من بيتك إلى المسجد قال فهي كحجة. ومن مشى إلى صلاة تطوع، وفي رواية قال صلاة الضحى، فهي كعمرة. يعني وأنت في بيتك قمت وتوضأت وتوجهت إلى المصلى في بيتك أو في عملك وصليت صلاة الضحى فلك أجر عمرة. فضل الله واسع. وهذه الأحاديث أيها الناس تدلنا على أنواع من الخير عظيمة ينبغي المرء أن يحرص عليها. من ذلك أيضا بر الوالدين.
روى أبو يعلى بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أريد الجهاد ولا أطيقه، فقال له عليه الصلاة والسلام هل بقي من والديك أحد؟ هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي، فقال عليه الصلاة والسلام فأبل الله فيها، يعني أبل الله في برها، يعني اعمل جهدك تقربا إلى الله في برها، فأبل الله في برها، فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. هذه أيها المسلمون كلها نصوص تدل على أن المرأة إذا حيل بينه وبين عمل صالح مع شوقه إليه ورغبته فيه وبذله ما يستطيع الحصول عليه، لكن حيل بينه وبينه، فإن له مثل هذا الأجر بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يحفظ حجاج بيته الحرام، وأن يسر لهم أداء مناسكهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يحفظهم ويسبغ عليهم نعمته وحمايته. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. ينبغي أيها المسلمون على من أراد الحج أن يحسن نيته لله تعالى، وأن يخلص قصده أنه يريد تقرب إلى الله، وأن يحرص في ذلك الموطن في مواطن الحج في عرفة وفي منى وفي مزدلفة وفي غيرها على أن يكون الذكر لله تعالى يشتغل به لسانه، ويذكر الله في أيام معلومات، ويذكر الله في أيام معدودات، ولذكر الله أكبر، أن يكون كثير الذكر، ألا ينشغل بما ينشغل به الناس ربما من الأحاديث الجانبية ومن الأجهزة التي معهم فيراسل ويصور ويفعل. ينبغي أن يحرص على أن يكون الحج فعلا عبادة يطهر فيها قلبه ويرققه فيه، وأن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. هذا من أعظم ما ينبغي على المرء أن يراعيه في حجه، مع غض بصره وحفظ لسانه وحرصه على صلاته وكثرة العبادة. ولقد كان الناس منذ القديم يفرحون بالأعمال الصالحة التي تؤدى للحجاج، إذا تيسر لك أن تقدم نصيحة أو صدقة أو ما شابه ذلك فأنت على خير. وكانوا حتى في أيام الجاهلية يتفاخرون بعنايتهم بالحجاج، بسقايتهم والقيام على شؤونهم، ولا يزال المسلمون طوال التاريخ يتفاخرون بإكرام ضيوف الرحمن. ولقد أكرم الله تعالى المملكة ولله الحمد برعاية الحجاج. نسأل الله تعالى ألا يحرم ولاة الأمر والقائمين على الحج من عظيم الأجر وجليل الثواب على عنايتهم بالحجاج وقيامهم على شؤونهم وحرصهم على ترتيب ذلك، وعلى جعل الحج عبادة خالصة لله تعالى، ألا يسيس الحج ولا يتخذ منه غرض دنيوي، بل أن يكون خالصا لله. فأسأل الله أن يجزي ولاة الأمر خيرا على قيامهم على الحج والحجاج، ونسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم جميعا بثوابه ورحمته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره، اللهم اجعل اجتماعهم مرحوما وتفرقهم معصوما يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.